تنضم إلينا عضوة الكنيست عايدة توما المبادرة لهذا الاجتماع. مرحبا بك. أهلا بكم، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين والمشاهدات. شكرا. يعني في ظل هذا الاستضعاف للعاملين الاجتماعيين ولأقسام الرفاه، ما هي أهمية مثل هذه الخطوة؟ إحدى الإشكاليات الصعبة في مجتمعنا في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمعالجة القضايا الاجتماعية هو ضعف المعالجين لهذه القضايا، يعني العمال الاجتماعيين، ضعف يتأتى أولا من تراجع كبير في مستوى أجورهن، الخطر اللي بتعرضوا له للأسف مع انتشار الجريمة والعنف والتهديدات عليهم كونهم يعالجوا قضايا حساسة وقضايا خلافية داخل المجتمع. والأمر الآخر اللي يعني يضعفهم في عملهم هو نقص في الأدوات التي يمكن أن يقدموها للفئات المستضعفة والشرائح المستضعفة في المجتمع. هذه الجلسة أتت لزيادة عمليا أدوات العمل التي يمكن أن يتسلح بها العامل الاجتماعي الذي يذهب إلى هذه الجبهة الصعبة لمعالجة القضايا الاجتماعية. لذلك كان هناك طرح في الأساس في اللقاء اللي بادرت له بمشاركة مع كان معي وفد من منتدى مدراء مكاتب الخدمات الاجتماعية مع الوزير والطاقم الكبير داخل الوزارة، هو معالجة لأمور في سياسة الوزارة العامة التي تسلب العمال الاجتماعيين من حقهم ومن إمكانيات أدائهم لعملهم. يعني هذه الميزانية هل سيتم الآن الاستفادة منها للمواطنين أم لرفع عائدات الرواتب التي تصل إلى الحد الأدنى؟ لا مش دفع عائدات الرواتب، وإنما يعني كما تعلمون قضية الرواتب متعلقة في اتفاق الأجور العام اللي نقابة العمال الاجتماعيين توقعوا مع الوزارة ووزارة المالية. هذه ميزانيات منفصلة. هذه الميزانيات كانت تقدم كل عام كرصيد يمكن أن يستعمله مكاتب الخدمات الاجتماعية لتغطية نفقات الطلاب الذين يرسلوا إما إلى مآوي أو إلى مدارس داخلية وما إلى ذلك بسبب الأوضاع الصعبة في بيوتهم. عندنا ميل في داخل مجتمعنا بعدم إرسال بشكل يعني عشوائي الأبناء واقتلاعهم من داخل عائلاتهم وإرسالهم لهذه المؤسسات، بالتالي لم نستعمل كل هذا الرصيد، وكان يعود إما لخزينة الدولة أو يستعملوا مكاتب خدمات اجتماعية يهودية تستعمل هذا النوع من الخدمات أكثر منا. ما طالبنا به أنه عمليا المكتب الخدمات الاجتماعية عندما لا ينقل الأطفال إلى هذه المؤسسات يقوم بعلاج قضيتهم داخل المجتمع. لذلك نريد أن نعزز الميزانيات حتى يستطيعوا أن يقدموا الخدمة بشكل أفضل لنفس الأطفال اللي كان ممكن أنه الدولة تصرف عليهم في مدارس داخلية. فعمليا هذا سيتيح أدوات عمل أكثر لخدمة الجمهور، وسوف تصرف على نفس الشريحة التي كان من المفروض أن تصرف لها هذه الميزانيات، ولن تعود إلى خزنة الدولة. بدل ما كانوا يسمحوا لنا فقط ب 30% من الفائض، اليوم أصبحنا ننتزع 60% من الفائض، وهذا ميزانيات لا بأس بها. كل مدير مكتب خدمات يعرف تماما أن هذا يضيف لميزانيته بشكل جيد. نعم، إذن هي خطوة هامة في رصيد العاملين الاجتماعيين. شكرا جزيلا لك أستاذة عايدة توما. من المهم يعني التأكيد بأنه أيضا كان هناك قرار في هذه الجلسة بإقامة لجنة مشتركة بين كبار الموظفين ومكاتب الخدمات الاجتماعية العربية لوضع خطة أمر الوزير خلال شهرين لتعزيز العمل الجماهيري داخل قرانا ومدننا العربية، وسنجتمع بعد شهرين لإقرار الخطة وموازنتها. شكرا جزيلا لك أستاذة عايدة على هذه الإضافة. والآن ينضم إلينا الأستاذ فتحي أبو يونس، وهو مدير قسم الرفاه الاجتماعي في بلدية سخنين ورئيس منتدى رؤساء مكاتب الرفاه في المجتمع العربي. مرحبا بك. مرحبا، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. يعني هل يمكن أن نقول بأن هذا الاجتماع وتحقيق رفع نسبة استخدام هذه الميزانية هو نجاح لأقسام الرفاه في المجتمع العربي؟
اولا اسمح لي انه اقدم شكري للاخت عايده توما على مبادرتها لعقد الجلسه مع الوزير ومدير عام الوزاره والطاقم الاداري في وزاره الرفاه الاجتماعي بشكل سريع جدا. كان مهم لنا انه الاجتماع يكون سريع، والهدف كان انه ندارك الامور قبل ما تقر ميزانيه الدوله، لانه ميزانيه الدوله راح تقر لمده سنتين، واللي راح يتفقوا عليه قبل ميزانيه عمليا راح يحكم علينا في برامج عمل خلال السنتين الجايه. فالجلسه اولا انا بحب اني ادي ارتياح من الجلسه من اللقاء مع الوزير ومدير عام الوزاره وتفهم لقضايا المجتمع العربي. قضايا المجتمع العربي في مجال الرفاه قضايا شائكه جدا، صلبها موجود في شح الميزانيات وعدم توزيع الميزانيات بشكل صحيح للجماهير العربيه والسلطات المحليه العربيه بالبلاد. بناء عليه بدأ خبر الخدمات الاجتماعيه والعام على مدار فتره طويله قمنا في بحث شو هي الخطوات اللي اذا قامت فيها وزاره الرفاه ممكن تعمل تغيير نوعي في عمل واداء اقسام الرفاه الاجتماعي. احنا شفنا انه ممكن هذا الشيء يكون على ثلاث محاور. المحور الاول هو تغيير طريقه بناء الميزانيات اللي مبني اليوم على الميتشنج، ما يسمونه بالميتشنج. هذا يعني انه السلطه المحليه عليها انها تشتري جزء من الميزانيه وهو 25% من الميزانيه. السلطات المحليه العربيه نتيجه شح وعدم قدرتها على تجميد الميزانيات ففيش عندها قدره انها تشتري الميتشنج هذا، وجزء كبير من الميزانيات تبعتنا اللي تقرها الوزاره ترجع لميزانيه الدوله او لمدن اللي هي تقدر تستخدم قادره على استغلال الميزانيات هاي. فالوزير وعد انه يلاقي ثغره اللي فيها يقدر يغير الميتشنج اللي موجود اليوم، على امل فعلا انه احنا نقدر بعد هذا ينفذ حتى ولو بشكل جزئي، ولكن تكون في بدايه عمليه تغيير سياسه وصل الميزانيات بحيث انه كل ما كان السلطه المحليه اغنى يكون اشتراكها اكبر والعكس صحيح. هذا واحد. الشان الثاني تطوير العمل الجماهيري. احنا بنشوف انه اليوم فقط 3% نعم يحتاج المجتمع العربي إلى أطر جماهيرية تستوعب الطلاب. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.